الاخوان السلام عليكم. بالنسبه للدراري هذا المشاكل مع فرانا ما خدامش دوك اللي فيهم اللي فيهم الكابل وفيهم هذا اللوفي هذا اللي فوق من سميت فوق من كالي بول. درت على فيديو فلاشين يوتيوب عندنا شنو هو المشاكل ديال سميتو. مي دابا غادي ندير يعني طريق هذا الاصلاح. كاين واحد الكيت اللي كيتباع هو اللي فيه في هذا اللوفي هذا خاصو يتبدل لي كاسميتو هاد الراس كيوسع ومن تقدر تعاود تركبو كيجي مع لاكريس وكيجي مع الشيء اللي هنا. دونك غادي نحاول نقاد هذه اللعيبه عندي بحال ما هكا. باش نبداو باي حاجه الاخوان كنبداو كنبانسيو هادي باش ما تحركش باش بحالنا في نفس الروبير ديال الكاليبو ديال لي تريي او كناخذو كنحلو هاد اللوفي هذا كنحيدو الرسول ديال الغابيل اللي كيرجع لنا الكاليبو وديك الساعه كنحيدو هاد البانت هذا وكنجيو كنجبدو من تحت طاق ملي كنحيدو هذا عندنا جوج ديال الاختيارات نحيد هاد الجبونات اللي هنايا اللي شادين لنا سميتو اللي شادين السيبور ديال الكاد هادي باش نعطيك تسعة عما سنو تقدر تحيدها من هنايا مي انا غادي نحيدهم باش يبان لنا يعني الاخوان تلقاو لنا الدراري الاخوان اللي كيعرف الدراري في الميكانيكو سميتو هادي حاجة سهلة يعني اي واحد يقدر يديرها طيب تنقيو البليصة شوية باش الغبرة ما تدخلش لنا سميتو او كنحيدو هاد الجلده هادي اللي كنحيدها كيبان لكم كيكون الصدى اللي كيدخل هنايا في هاد اللاكس هذا ملي الصدى كيدخل هنايا ما كيبقاش يخليه يدوز دوك هذا ما فيهش بزاف هذا نورمالمون كيبان لكم راه فيه الصدى طبعا كنجيب بقعة خرش باش يحرج بزاف ونفكو اللاكس ما يبقاش فيه الصدى بالنسبة لهادو صحاب الجولف كارت صحاب يعني الأغلبية طبعت اللي فيهم هاد السيستيم هذا هذا هو المشكل ديالهم في لاميزون ما كيديروش لاكريس مزيان وحنايا أنا كنحيدهم صراحة كناخد لوكيت كنحيدهم كتصاب ليه بريك لينا نبقى كنا مرمو عندنا كيت كنجيب لاكريس ديالو وبيا واحد الجو اللي كيكون داخل الباتل اوكي لاكريس كناخذ لاكريس ديالنا وكان واحد الجوان بحال ديال سميتو واحد الجوان هو اللي غادي يمشي يحبس انه لا 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 ما يخليش الوسخ لا الصدى يدخل بين لاكس سميتو حيت هو اللي كيخلي انه الفرنه ما يتكوانسا يعني هذه هي المشكله اللي فيهم كندير شويه لاكريس كندير هذا الجوان هذا وكنزيد من لاكريس باش انهم ونعمرو لاكريس بالنسبه لها الجلده هذه سواء كدير جديده سواء كدير كترجع القديمه اللي كانت فيه كتشدو كتدخل لاكريس يعني لاكريس يدخل في الجيب ديال الجوان يعني تنعمرو من الداخل مزيان دابا كيبان لك معمر من الداخل وكنجيو وكنزرعوه بلاصتو واخا يخرج من الجناب خليه واخا يخرج كنهزو وكنعاود نحطوه فوق اللاكس باش يعني ما يخليش ليميديتي ما يدخل داخل نقيو الجناب حيت كيكون لاسي ديال السيبور او كنهزو كنرجعو السيفور ديالنا كما تبان لكم حاجه سهله يعني ماشي صعيبه ما والو وهذه كتخليك انك قبل ما تبدل لا كاليبر لا والو
وكترجع اللعيبات كما كانوا وكتركب اللوفي ديالك اخوان تلاقيو الدراري بارطاجيو باش يطلع البلاد الله يسهل عليكم يعني باش بلاد يستافدوا كلشي يوصل ليه يعني الميساج ديك الساعه كنهزو السويري ديالنا تنزيرو اللعيبات نورمالمون حتى هادو عندهم طاقسك ساتلي ملي ما كان وكنحيدو هاد اللوفي هاد البره هادي الحيده هذه دابا اش كيوقع انها بالنسبه لي انا عندي جديد يعني نقدر نبدلها اما اللي ما عندوش جديد تقدر ترجع عادي الدراس باقي فيها مزيانين طبعا كنهز هذه كندخلها في الكابل عندنا او تندورو وتنركبو عقلتي ملي درت البانس في الاول باش نبقى عاقل على لا بوزيسيون ديال الفرانامان دونك كنرجع كنعاود ندير البانس كناخذ البالون الجديد اللي الكرو الجديد اللي كيجي معاه دونك بالنسبه لهذا الكرو الجديد كيخص لك الدينامو ميتريك كما القاعده دونك كنزيرو على 21 كنفضل 21 كنزيرو ب 21 كنخليو البانز ديما هنايا باش يبقى شاد لينا النيفو ديالو الا زيرتيه بزاف راه ما كيبقى شاد يعني شاد الراس ما كيبقاش يبقاش يعني ما كيبقاش يطلق لك كيبقى شاد الرويضه مي تنزيرو ب 21 وديك الساعات هذه 21 فيت ليب بالنسبه للعبارات ديال الامريكان هنايا مي نقدر نرجعو لي موالفين بلا لي موالفين بلا لا 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 كاع 28 نانو متر لا دابا هذا ملي كنزير هذه كيدخل ملي كنشوف انه ما خصنيش فوت 21 فوت 21 غنطرطق البولون ولا غادي نسميته ولا غادي نسكن تي الكاليبول تنوقف عندي سيريو و كنعاودو نهبطو العبار ديالنا ل 17 نورمالمون 16 نص مي كندير لنا 17 دونك نهبطو ل 17 ونعاودو نزيرو كما سا كيكون نفس يعني الزيار اللي خارج لي باش يدار لي يعني لا تسيت تنوقف هادي حيدو الباس ديالنا دونك هذا كان في لا بوزيسيون اللي كان فيها في الاول دونك ما دار ما والو هز الرسول تنعاود نركب الرسول ديالنا اللي كان اللي ديال الرسول ديال الغابيل كتهز طونر في بحال ما كتبوز الجر ركب كلشي هو هذاك وكتجرو وكتلقاو يرجع كتشوفوا انه راه كيرجع بلاصتو ملي كتلقاو مي هاد بالنسبه لهادي حيت البلاكيت مسالين فيها دونك كيبقى واحد بتي كاب مي نورمالمون كيرجع بلاصتو وهذا المكان بهاد الطريقه هادي شفت تقريبا ثلث ساعه ما كاملاش وحليتي المشكل ديال الفرانه اللي كان عندك يعني ما خدامش واللي كيتكوانسا واللي كيحرق لك الفرانات ديال الطوموبيل عندك دونك هذا مكان الخوت الله ليا فرسكم ماركم برو ما تنساوش الدراري البارطاج والطاك باش يعني باش نحاولوا نطلعوا ثاني الباج باش يوصلوا ميساجات البنادم واي واحد حريفي من الحريفي يقدر يصاوب طوموبيلته وعاود باش تخلص البودي كامل يقدر تشريه في لافيراي ويكون ديجا هو في نفس المشكل وغتبقى في نفس المشكل دونك هذه حاجه انك تتصلح وتتهنى ما تبقاش تفكر فيه وهذا مكان يلاه الخوت الله ليا فرسكم نهاركم مبروك و